ألف مبروك على التيمة الجول الجولة. كنت بخير منك استفسار بس على مسلسل بس الأغراب بعد ما خلص المسلسل حصل هجوم كتير قوي على محمد سامي واللي هو كان متعلق معاه في قلب الوكشن التصوير، فكنا محتاجين منك توضح لنا النقطة دي بحكم إنك كنت النجم الأول في المسلسل. يعني أنا بص أنا يعني هو السؤال اللي يسأل في محمد سامي لكن أنا هرد في حدود اللي أنا أعرفه. أيوه المسلسل كان ماشي في اتجاه سليم جدا جدا لغاية الحلقة 28 أو 29، ساعتها أثير هذا الجدل. قد تكون من وجهة نظر المشاهدين أو من وجهة نظر النقاد أو من وجهة نظر حضراتكم إن يكون في حاجات مثلا يعني حواليها جدل، زي المشهد بتاع الضابط اللي هو بتاع محمد دياب لما قال له ارجع، زي الدم الكتير اللي حصل في الفترة الأخرانية. يعني لو اعتبرنا ان ده خطأ فكل ابن ادم خطأ يعني، بس مجمل العمل انت كسبان 85-90% والحمد لله يعني الحمد لله. ولو اعتبرنا ان في اخطاء فالواحد بيتعلم من غلطه يعني، بس انا عملت اللي عليا وخلصت ضبيب قدام ربنا واشتغلت الضبيب مهني عالي جدا. وبعدين انت تخيل انت 5 شهور عامل كده، انا اتعلمت بعديها يعني 5 شهور عامل كده بس نام فضل رحت جالي عصب رابع يعني انت فاهم، فبس الحمد لله على كل شيء يعني. اشكرك. اتفضل. مساء الخير. مساء الفل. فين؟ انا هنا اهو. تمام. يمين. يمين؟ اه شمال. شمال. مساء الفل. اهلا ازيك عادي؟ حبيبي. اه يبقى طالما عادي ماسك الميكروفون يبقى في ليله سودا، ربنا يستر. لا والله انا عايز اقول لك الف مبروك على التكريم. تستحق الله يبارك فيك. والكلام اللي انت لو قلته لازم يطلع من احمد السقا. الله يكرمك. بجد يعني تعاطفنا معاك جدا وكلام حلو جدا. الله يحفظك. يطلع منك فعلا. الله يحفظك. كان في مشروع مع ساندرا نشأت اعتقد اتكلمنا فيه من فتره طويله. وصل لفين؟ هو لسه في مرحله التحضير. يعني لان هي روايه لغايه التكامل بتكمل ولسه في مرحله التحضير والمفروض ان هيكتبها الاستاذ الكبير الاستاذ تامر حبيب ان شاء الله. يا ترى المطبات اللي حصلت في الفتره الاخيره هتخليك تبقى دراما مثلا السنه الجايه ولا في مشروع؟ انا ما اعتبرش ان حصل مطبات يعني، انا بالنسبه لي بشكل شخصي ما حصلش مطبات يعني، بس مش هبعد، انا هعمل العمل الكويس سواء فيديو سواء سينما، العمل الكويس اللي هيضيف لي وهيضيف رصيدي عند الناس وهعمله. بس في مشروع درامي السنه الجايه ولا في رمضان؟ رمضان القادم ان شاء الله. افترض ان في مشروع لاختيار 3 وده ان شاء الله هيبقى في زميلي النجم كريم عبد العزيز، زميلي النجم احمد عز، ولا عبد الله الفقير. ليه احنا 3 هنبقى في المسلسل ان شاء الله. شكرا.